نبتدي مع بعض يا جماعة في المحاضرة الأولانية هنتكلم فيها عن مقدمة عن إدارة شؤون الأفراد. إن شاء الله هناخد مع بعضنا في الليكتشر دي إدارة شؤون الأفراد وعلاقتها بالعملية الإدارية، شؤون الأفراد واجباتها وإدارياتها، التحديات والأخلاقيات والشهادات اللي هيتحصل عليها العاملين في إدارة شؤون الأفراد. لما نتكلم عن إدارة شؤون الأفراد يا جماعة ودورها، يا ترى ممكن نقول إيه؟ إدارة شؤون الأفراد هي الإدارة المسؤولة عن تعيين وتدريب ووضع سياسات الأجور، وضع السياسات العقابية، تحسين أداء العاملين، وإيجاد بيئة عمل آمنة للعاملين جوه المنظمة، وجميع الأمور اللي ليها علاقة مباشرة بالعنصر البشري جوه المنظمة. وعلى مستوى المنظمة هم مجموعة الأفراد اللي يعملوا تحت ظل إدارة شؤون الأفراد لخدمة الهدف الرئيسي بتاعت الشركة. وعلى مستوى المدير هي الإدارة المنوط بيها تحقيق الأهداف الخاصة بالمنظمة بما يخدم مدير المنظمة ومدير الإدارات المختلفين جوه الشركة. لما نحب نتكلم عن إيه هي الوظائف الإدارية اللي موجودة في أي منظمة، في البداية planning التخطيط، organizing تنظيم العمل، staffing تعيين العمالة، leading قيادتهم، controlling وضع معايير الأداء للمنظمة نفسها. الخمس عناصر دول يا جماعة هي management process في أي organization. مطلوب من إدارة الـ HR كـ line management إنها تخدم العاملين في كل مراحل الـ management process. بعد ما اتكلمنا عن الـ management process عموما، خلونا نتكلم مع بعضنا عن الـ HR management process أو إيه هي الـ processes اللي بتقوم بيها إدارة شؤون الأفراد. أول حاجة acquisition اللي هي تعيين العمالة من الخارج أو من الداخل. تاني حاجة training التدريب. appraisal وضع طريقة دفع الأجور والمرتبات والحوافز. ومن ضمن وظائف الـ HR الـ compensations اللي هي الحوافز اللي هياخدها العاملين. من ضمن الأعمال اللي هتقوم بيها الـ HR العلاقة مع قانون العمل، من ضمن الحاجات برضو الـ health والـ safety، العدالة ما بين العاملين. التاسكس دي يا جماعة الـ processes اللي هتقوم بيها إدارة الـ HR في أي منظمة. أول دور يا جماعة من الأدوار المهمة جدا اللي بتقوم بيها إدارة الـ HR تعيين مديرين الإدارات جوه المنظمة بتاعتها. طب يا ترى إيه هي الـ personnel capabilities اللي على أساسها هيتم تعيين أي مدير؟ أول حاجة القدرة على تحليل الوظيفة وتحليل احتياجاتها. تاني حاجة القدرة على التنظيم ومعرفة احتياجات العمل. تالت حاجة القدرة انه يختار الموظفين اللي هيشتغلوا معاه، قدرته على اختيار وتدريب العاملين الجداد، كمان قدرته على انه يحط مرتبات تناسب طبيعة العمل، قدرته على انه هو يحط بنفيتس للعاملين، قدرته على انه هو يعمل معايير لتقييم اداء العاملين، قدرته على التواصل ما بين المديرين سواء المديرين في نفس الليفل بتاعه او اللي فوقيه، كمان قدرته على التواصل مع فريق العمل اللي معاه، قدرته على ان هو يعمل برنامج تدريبي للعاملين اللي موجودين معاه جوه الاداره، كمان قدرته على بناء كوميتمنت ولاء ما بين العاملين وبين الاداره اللي هم شغالين فيها. الـ HR وهي بتختار المديرين يا جماعه لازم تاخد بالها ان هي عندها نوعين من المديرين، نوع اسمه لاين مانجر ونوع اسمه الستاف مانجر. اللاين مانجر ده مدير ليه علاقه عرضيه، يعني ايه؟ يعني اداره المدير ده مش مقتصر على ادارته ولكن ليها علاقه بكل الادارات. ومن ضمن اللاين مانجرز في اي اورجانيزيشن مدير الاتش ار نفسه لانه بيدير العاملين في كل الادارات. الستاف مانجر ده نوع من المديرين بيدير او بيمانج اللاين مانجرز اللي موجودين، فسلطة الستاف مانجر فوق سلطة اللاين مانجرز. هو مسؤول عن الفانكشنال اثوريتي، يعني مسؤول عن اداء التاسك او اداء الجول بتاع الاورجنايزيشن، وبيستعين باللاين مانجرز اللي موجودين معاه، وكمان بيستعين بالديبارتمنت مانجرز اللي جوه الاورجنايزيشن.
اللاين مانجرز من وجهة نظر الـ HRM مسؤول عن بعض التاسكس. أول حاجة إن هو يختار الشخص المناسب لإدارة الوظيفة المناسبة، كمان يقدر يعين موظفين جداد جوه الأورجنايزيشن بتاعته، يقدر يعمل كارير باث تريننج أو تدريب يتناسب مع الجوب ديسكريبشن بتاعة الموظفين، كمان بيحط معايير أداء للوظيفة على أساسها أقيم الموظف بتاعنا. إذا هو قدر يقوم بالتاسكس دي فهو قدر ينجح إلى حد كبير في أداء وظيفته، وكده تبقى الـ HRM قدرت تنجح في أنها تختار لاين مانجر بشكل جيد. لما نحب يا جماعة نفكر نقول طيب إيه هي الفانكشنز بتاعت الـ HR مانجر؟ ليه ثلاثة من فانكشنز أساسيين؟ أول حاجة لاين فانكشن، إنه بيدير العاملين على مستوى المنظمة كلها. ليه كوردينيتيف فانكشنز، إنه هو عنده وظائف تعاونية مع كل المديرين في كل الإدارات. ستاف فانكشن، إنه هو المسؤول عن تعيين جميع العاملين في جميع الإدارات. عندي يا جماعة بعض الترندز المهمة في الـ HR. أول حاجة الاختيار نفسه بتاع الـ HR manager. تاني حاجة الـ High Performance Work System، إن إحنا إزاي نعمل سيستم يؤدي لأداء جيد للعاملين جوه المنظمة. كمان مراعيات أخلاقيات العمل Ethics بتاعت الـ Organization نفسها، ده دور الـ HR. الـ HR عندها بعض الترندز في المانجمنت المهمة اللي من خلالها بتحقق بيها الأهداف، سواء اللي قلناها أو اللي هتذكر حالي. في كارير مخصوص للـ HR وcertifications لابد ان الـ HR members يتحصلوا عليها. الـ HR لازم تقدم حاجة اسمها evidence based، يعني transparency في الأداء والتعامل مع الـ employees. عندها strategic planning، يعني strategic planning للتعيين تتعلق تعلق مباشر بالـ goals الخاصة بالـ organization. عندنا يا جماعة بعض التحديات اللي بتواجه إدارات الـ HR في مجتمع الصناعة الحديث. أول حاجة إدارة الـ HR لازم تركز على الـ big picture، يعني ما تعملش زومين قوي في الـ organization على قد ما هي بصة من فوق على الـ resources الموجودة والـ goals بتاعت المنظمة والـ strategic plan بتاع المنظمة. كمان إدارة الـ HR لازم توجد طرق حديثة عشان تقدر تتعامل مع السيرفيسز الجديدة، ازاي تقدم سيرفيس بشكل جيد. كمان التحصل على معلومات كتيرة لها علاقة بالبوليسز اللي خاصة بالمنظمة اللي هي شغالة فيها، ونولج جديدة، لان في الحقيقة الموضوع بيتطور تطور دراماتيكالي جدا، فلازم ادارة الـ HR تواكب التغير وتواكب سرعة المعلومات وانتقالها جوه المنظمة. دور الـ HR يا جماعة في المحافظة على الـ Ethics أو أخلاقيات المنظمة. بداية يعني إيه Ethics؟ Ethics معناها مجموعة الحاجات اللي يقدر الموظفين يعملوها ومجموعة الحاجات اللي ممنوع الموظفين يعملوها جوه Organization. إدارة الـ HR فيما يتعلق بالـ Ethics، أول حاجة الحفاظ على بيئة عمل آمنة، كمان التأمين على الموظفين بشكل جيد، الحرص على سلامة الموظفين، الحرص على الموظفين انهم يقوموا باعمال ايجابية، انه يقوم باعمال بادوار جيدة في المنظمة، وفي النهاية خالص الحفاظ على حقوق وخصوصية العاملين. لأهمية وتعقيد دور الـ HR في organizations، الحقيقة اصبح في عدد كبير جدا من الشهادات يتحصل على العاملين جوه إدارة الـ HR. أول حاجة Society for Human Resource Management SHRM. في شهادة تانية اسمها Human Resource Certification Institute HRCI، ودي حاجتين، الأولانية SBHR Senior Professional HR Certificate وGBHR Global Professional HR Certificate وBHR Professional HR Certificate. أنواع الشهادات دي الحقيقة بتغطي أنماط كتيرة جدا من أنماط العمل جوه إدارة الـ HR. ما هياش تراك، يعني مش ده وبعدين ده وبعدين ده، لا، ده كل واحدة منهم بتغطي حاجة في الـ environment بتاعت الـ HR tasks. مع بعضنا في المحاضرة دي يا جماعة تعرفنا على أهمية إدارة الـ HR،
وتعرفنا دور الاتش ار في تعيين المانجرز ودور الاتش ار في خدمة المانجرز واللاين مانجرز. تعرفنا كمان على الاتش ار ودورها في انها تحافظ على الاثكس بتاعت الاورجنايزيشن، وتعرفنا على التشالنجز اللي بتقابل ادارات الاتش ار، وفي النهاية عرفنا ايه هي انواع السيرتيفيكتس الاتش ار ممبرز ممكن يتحصلوا عليها.